حقيقة المعتصمين هو اجتمعوا مع رئيس مجلس الإدارة رئيس الجامعة مشكورا تفضل والتقى، وكنت أنا بصحبته، وتم نقل كل ما تحقق إلى الموظفين بشكل عام، ولم يفشل اللقاء أبدا، لأن هناك كل ما تستطيع إدارة المستشفى وإدارة الجامعة تحقيقه للموظفين تم تحقيقه. أعطيك على سبيل الأمثلة، تم تعديل علاوة التنقل لتصبح موحدة بمقدار 50 دينار لجميع العاملين، تم زيادة غلاء المعيشة، علاوة الأسرة هي ما تصرف في الجامع في مستشفى الملك المؤسسية أعلى مما عليه في جامعة العلوم والتكنولوجيا، رواتب الموظفين في مستشفى الملك المؤسس بمعدلها أعلى من رواتب الموظفين في المؤسسات الصحية التي تشابهها. فمثلا ممرض عند بداية التعيين حامل بكالوريوس في التمريض يكون تقريبا يزيد عن 600 دينار، في مؤسسات أخرى لا يصل إلى 550 دينارا، في غير ذلك في المهن الأخرى. المطلب الذي يطالبون فيه وهو بحاجة إلى سند قانوني هو ضم المستشفى إلى الجامعة، ضم المستشفى إلى الجامعة حيث أن هذا المستشفى يتمتع بقانون متميز ليكون هذا المستشفى مستشفى تحويلي لكل محافظات الشمال ولمختلف القطاعات الصحية، حيث يشارك في إدارة هذا المستشفى في مجلس إدارته مدير الخدمات الطبية، أمين عام وزارة الصحة، مدير عام الضمان الاجتماعي، أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية، مدير مستشفى الأردن، مدير مستشفى فلسطين، ممثلين من القطاع العام، ورئيس الجامعة رئيسه، وعميد كلية الطب، وكذلك مدير عام المستشفى. هذا مجلس إدارة، هو مجلس إدارة متنوع لكي يكون المستشفى مرسلاً بمختلف القطاعات الصحية مع وزارة الصحة ومع الخدمات الطبية لتقديم الرعاية المثلى في هذا البلد. فلتغيير القانون وضمه بحاجة إلى مرجعية تدرس إيجابيات وسلبيات ضمه إلى الجامعة، ومن ثم إن كان هناك إيجابيات لضمه للجامعة العلوم والتكنولوجيا فيجب تعديل القانون.